عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن الأحجار النيزكية. الجميع يعلم أن النيازك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نيازك حجرية، نيازك حديدية، ونيازك مختلطة. ما بين الحجرية والحديدية في نفس الوقت. إذا كنت أول مرة تشاهد قناة أسرار الطبيعة فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وأيضا لا تبخل علينا بتعليقاتكم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الأحجار النيازك الحجرية. كما يعلم الجميع أن نيازك الحجرية عفوا هي الأكثر سقوطا على كوكب الأرض، على سطح الأرض، بمعدل يصل إلى 85% من النيازك، وتسقط على أشكال عدة: متوسطة، كبيرة، وأيضا على شكل حبيبات رملية وما إلى ذلك من الأحجام. سأترككم مع هذه الصور لبعض أحجار النيزكية الحجرية. فرجة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام. كانت هذه بعض العينات من الأحجار النيزكية الحجرية التي تم عرضها عليكم لمساعدتكم على التمييز بينها وبين الأحجار الأرضية العادية. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا تعليقاتكم ودعمنا بالاشتراك كذلك، وأيضا تعليقاتكم مهمة لنا جدا للاستمرار في هذا المجال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.